والآن أرحب بأكبر فرقة في المدينة، كيتي سكشن. لوكا، أحقاً قصدت ما قلته لي عندما أصابتك الأكومة؟ متأسف للغاية، لكني لا أذكر ما الذي قلته. لا شيء، لا شيء أبداً، كنت مصاباً بالأكومة. أنا لا أعرف ما الذي قلته، أرجو ألا أكون أسأت إليك، لأنك فتاة استثنائية يا مارينيت، واضحة كنغمة الموسيقى وصادقة كاللحن. أنت الموسيقى داخل رأسي منذ اليوم الذي التقينا فيه. كان هذا تعبيراً عن الإعجاب، أليس كذلك؟ واحد من أجمل ما سمعت على الإطلاق.